يقول السائل: هل الرجوع إلى علماء أهل السنة والجماعة يعتبر من التقليد؟ ما يعتبر من التقليد، يعتبر من الرجوع إلى أهل العلم. الله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيعتبر من سؤال أهل العلم لمن لا يعرف، ويعتبر من الاتباع والاقتداء، وليس هو من التقليد، من الاتباع والاقتداء. نعم.